عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة مائدة مستديرة حول مشاركة المرأة في انتخابات المجالس الطلابية ضمن الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2018 الذي تم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، وتنفيذا للإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية بحضور ممثلين من جامعة البحرين ومعهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة شؤون الرياضة والشباب وعدد من الطلبة الأعضاء في المجالس الطلابية. وخلال المائدة أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن تجربة جامعة البحرين على صعيد استحداث نظام المجلس الطلابي منذ عام 2001 هي تجربة جديرة بالاهتمام والدراسة بالنظر إلى مخرجاتها ولما تمثله من منصة مثالية لتهيئة الطلبة والطالبات لفهم أصول العمل الديمقراطي وممارستها بشكل مسؤول. وأوضحت الأنصاري بأن مشاركة وإقبال الطالبات على المنافسات الانتخابية لمجلس الطلبة يتابعها المجلس الأعلى للمرأة بشكل خاص بالنظر إلى ما تتيحه تلك المشاركة من فرصة مثالية تكسب من يخوضها المهارات اللازمة التي ستمهد مستقبلا لمشاركة المرأة في الحياة العامة وصولا للمشاركة السياسية المتمثلة في عضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية. طبعا مشاركتي اليوم في طول المستديرة اللي كانت تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة كانت يعني ترجمة للتجربة اللي خضتها. طبعا كانت السنة اللي طافت 2017، ما كانت تجربة سهلة، كانت التجربة جدا مليئة بالتحديات والمنافسات. طبعا كان عدد المرشحين اللي في هذه الفترة كان جدا كبير، كانت المنافسة جدا صعبة. أتمنى أن الوعي الطلابي بخصوص الانتخابات يزيد في الأيام الجاية. أتمنى النتائج اللي توصلنا لها من خلال هذه الطاولة تكون كبيرة أو نشوف أثرها على الواقع. طبعا كنا في مناظرة أو مناقشة خلينا نقول في المستديرة عن المرأة شلون تقدر توصل أو شلون تقدر تكون واثقة من نفسها وتتخذ خطوة نفس هالخطوة. استفدت وايد من هالاجتماع اللي صار الحمد لله، يمكن غيرت وجهة نظري في كم من شيء. اليوم سلطنا الضوء على عديد من الأمور اللي احنا واجهناها في مجلس الطلبة وإمكانية حل الصعوبات اللي واجهناها وشلون ان كان المرأة دور فعال اللي اليوم لمسناه، وجود أخوات اللي كانوا معاي في المجلس شلون دورها كان في تطوير هالأمور وإمكانية الصعود بالمجلس، وشلون إن شاء الله في السنوات المقبلة يكون للمرأة دور فعال أكثر وأكثر في أن هي تنمي من نفسها ومن مجلس الطلبة بشكل عام.